شكلنا لجان فرعية لكل المحافظات، ذهبت بكل لجنة كانت بقيادة فريق من العسكر، وذهب وممثل فيها كل الجهات، الأمن والاستخبارات والأمن وحقوق الإنسان وحتى مجلس المحافظة وغير. ذهبت هذه اللجان إلى الأماكن اللي تم فيها سقوط شهداء وجرحى، وفعلا درس جمعت كل الأدلة. طيب. واستطعنا من خلال هذه الـ 11 يوم ومن خلال ذهاب اللجان أن نجمع حصيلة أوراق وتقارير تجاوزت 600 صفحة مع أقراص فيديو تم تسليمها إلى مجلس القضاء الأعلى. واحدة واحدة خلينا نرجع للملف التحقيق في بعض الأمر. كيف وصل لكم عملية اغتيال المتظاهرين؟ يعني كيف تلقيتم هذا الخبر؟ وهل في بعض الأمر كان هنالك تصديق من معلومات جاءت فيما بعد؟ لا، يعني مثل المعلومات كانت واضحة والإعلام موجود والضحايا موجودين، وما يحتاج يعني الوزير ولا مواطن عادي مطلع. شنو كان موقف عبد المهدي تحديدا من هذا الأمر؟ قطعا هو مباشرة ذهب إلى تشكيل لجنة في هذا الموضوع. لماذا اختارك شخصيا؟ يمكن تسألوا عن هذا الموضوع. لا، أنا أسئلك أسأل، ربما البعض يقول أنه هكذا لجان من المفترض أن يكون مثلا وزير الداخلية، وزير الدفاع، مستشار وزير الداخلية الوطني. وزير الدفاع، مستشار الوطني، كلهم كانوا أعضاء في هذه اللجنة. طيب. كانوا موجودين في اللجنة. كنا نجتمع بشكل يومي. طيب. حتى أني لم أكن أسمح لأي أحد أن يصرح لأنه هذه دماء ولا نريد أن تكون دماء العراقيين فرصة للتسويق ولا جرى تدخل سياسي في عملكم؟ لم يحصل. حصلت اجتماعات مع قادة كتل سياسية مع لم نوار. يحصل أي تدخل نهائيا. أنت لو تطلع إلى التقرير هو طلعنا من أعلننا نتائج ب 14 صفحة. نعم. من هذا التقرير الكبير 600 صفحة. 14 صفحة قلنا في واحدة من النقاط أن الضحايا 70 أو أكثر من 70%، أظن 75% من الشهداء والضحايا كانت الإصابات في الرأس والصدر. في الرأس والصدر، يعني عملية قتل متعمد. هكذا التقرير مالنا يقول. زين. فبالنتيجة لو هناك تدخل. إيش قد عدد الإجمالي للشهداء المسجل لديكم؟ أظن طبعا بالمناسبة يتداول الناس أعداد كبيرة، لكن اللي وصلنا له في اللجنة أظن يعني الرقم 198 في هالحدود هذا من الشهداء من خلال ما جمعناه من طيب. المراكز الصحية في كل المحافظات، طبعا بيانات وزارة الصحة تأتينا هذه الأرقام، أظن يعني لا يتجاوز الرقم الآن ما يحضرني، بس لا يتجاوز 198 بهذا الحدود.